مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا هاجمت أيا من مواطنيه. التيار الصدري يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان الذي قال إنه عاجز عن أداء مهامه. في ذكرى الانسحاب الأمريكي الحدث تلتقي لاجئة أفغانية بألمانيا اضطرت لتغيير سكنها 5 مرات في 6 أشهر. حياكم الله. عقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية عن أو كشف مخطط إيران لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جاك سوليفان على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب. سوليفان هدد إيران بعواقب وخيمة إن هاجمت أيا من المواطنين الأمريكيين. لست أنا الوحيد، المسؤولون الحكوميون السابقون والمواطنون أيضا تم تهديدهم من قبل إيران. أظن أن هذا النوع من العمل الإرهابي من قبل حكومة طهران يخبرنا الكثير عن حقيقة النظام. وثيقة اليوم هي دليل على ما تمتلكه حكومة الولايات المتحدة حول نوايا طهران من خلال الحرس الثوري والتهديدات التي يطلقونها، ومن المهم للناس حول العالم أن تعلم عن هذه التهديدات. طهران وصفت اتهام واشنطن لإيران بالتآمر لقتل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه بلا أساس وذو دوافع سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة الاتهامات التي وصفها بالعبثية والتي لا أساس لها. عراقيا، نشر وزير الصدر محمد صالح العراقي نص الدعوة التي ستقدم للمحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وبين فيها الأسباب الموجبة للحل. الرسالة جاء فيها أن مجلس النواب عاجز عن أداء مهامه الدستورية واختصاصاته في استكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وأشار التيار الصدري إلى أن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة هو مطلب جماهيري يحفظ سلامة البلد
ويجنبها المزيد من الأزمات. بعد إغلاق البرلمان واعتصام أنصاره عند أسواره للأسبوع الثاني على التوالي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتوجه هذه المرة إلى القضاء العراقي مطالبا إياه بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، خطوة وصفت بالتصعيدية تضع القضاء أمام امتحان صعب. الصدر يرفض تشكيل حكومة إطارية بالمطلق، ولهذا هو يحاول استثمار الاحتجاج الشعبي التابع له بالتحشيد تجاه الضغط لعدم تشكيل حكومة من قبل الإطار، خاصة بعد أن تسربت معلومات عن قبول الحزب الديمقراطي والسيادة لموضوع تشكيل الحكومة. رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أكد في وقت سابق أن حل البرلمان ليس من صلاحية القضاء، إلا أن الصدر يصر على ذلك، حتى أن الآراء اختلفت وتعددت حول مدى دستورية وقانونية ما طلبه الصدر من القضاء، وما إذا كان بإمكان الأخير حل البرلمان دون أن يقرر النواب ذلك. هناك رأي في هذا الموضوع، الرأي الأول أجاز للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان استنادا للمادة 59 من القانون المدني كونها شخصية معنوية، وارتكز على هذا المبدأ أنه الشخصية المعنوية إذا لم تستطع أداء واجبها فيجوز للقضاء أن يحلها، وأيضا من باب الولاية العامة للمحكمة الاتحادية. الرأي الثاني يقول لك لا، أنه الحل ذاتي وليس قضائي. أنصار الصدر ما يزالون داخل المنطقة الخضراء يحاصرون مبنى البرلمان، وعليه لن يكون بالإمكان عقد أي جلسة يعتقدون أنها ستكون بوابة للالتفاف على مطالبهم وإفراغها من مضمونها. يبدو أن الصدر ليس في وارد التراجع عن مطالبه المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ثانية، شاء من شاء من القوى السياسية الحليفة والمنافسة، وأبى من أبى. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. وفي المقابل، دعا الإطار التنسيقي الموالي لإيران أنصاره للمشاركة الفاعلة في تظاهرات قال إنها تحت عنوان الشعب يحمي الدولة وستكون على أسوار المنطقة الخضراء. وقال الإطار إن التظاهرات هدفها الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية وفق تعبيره، مبديا تمسكه بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات بحسب قوله. يمنيا، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس بادر إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث شبوة. وأشار العليمي إلى أن أعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها، وأوضح أن بعض القادة في محافظة شبوة أقيلوا وعادت الأوضاع لطبيعتها بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة. رغم تعهد ألمانيا بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني قبل عودة طالبان للحكم قبل عام، إلا أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون وفاء الحكومة الألمانية بوعدها. هذا في وقت يقول فيه لاجئون أفغان وصلوا إلى ألمانيا إنهم يجبرون على إخلاء مساكنهم لإفساح المكان للاجئين الأوكران. قبل 5 أشهر وصلت هذه الشابة الأفغانية إلى ألمانيا مع عائلتها طالبين اللجوء هنا بحثاً عن حياة حرة بعد عودة طالبان إلى السلطة في بلادها، ولكن بروانا وجدت نفسها عالقة في نظام يبدو بأنه يعطي الأفضلية للاجئين الأوكران الذين بدأوا بالتوافد إلى ألمانيا في الفترة نفسها. فخلال تلك الأشهر القليلة أجبرت بروانا وعائلتها على التنقل من مسكن إلى آخر، وصل عددها إلى 5 مساكن في كل مرة لإعطاء أماكنهم للاجئين آخرين قادمين من أوكرانيا. في مارس من هذا العام وصلنا إلى ألمانيا إلى جانب عدد كبير من اللاجئين الأوكران،
وكانت العملية بطيئة جدا، وتم نقلنا من مركز لجوء إلى آخر، وكان الأمر مزعجا جدا وصعبا. رغم وعود وجهود الحكومة الألمانية بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني في أفغانستان وعائلاتهم، إضافة إلى آلاف الفنانين والصحفيين والمثقفين والناشطات المهددين بعد عودة طالبان، فإن العملية تسير ببطء وما زال الآلاف ينتظرون إجلاءهم. في الحقيقة لقد تأخرت الحكومة الألمانية السابقة في البت في طلبات إجلاء العاملين الأفغان مع القوات الألمانية قبل سيطرة طالبان على عموم أفغانستان، رغم أن هناك كانت مؤشرات واضحة لهذه العملية. والآن الحكومة الحالية تحاول أن تصحح تلك الأخطاء. من جهة أخرى هناك ضغط على السفارات الألمانية في الدول الجوار لأفغانستان. يعترف جيان كذلك بأن عملية جلب الأفغان قد تتباطأ اليوم بسبب عدم توفر أماكن كافية للسكن في المدن الألمانية، في وقت ما زالت أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين تتوافد إليها. قرابة 10,000 أفغاني وعدت ألمانيا بإجلائهم قبل عام ما زالوا ينتظرونها لتنفيذ وعدها، وفيما تغرق ألمانيا بالبيروقراطية التي تعيق عمليات الإجلاء هذه، بدأت طالبان بملاحقة هؤلاء وقد نجحت بقتل عدد غير معروف منهم، كان من المفترض أن يكونوا قد وصلوا إلى بر الأمان هنا في ألمانيا. راغدة بهنام، الحدث، برلين. أمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت. مصدر قضائي أوضح أن ممتلكات النائبين المنتميين إلى حركة أمل قدرت قيمتها بمئة مليار ليرة، وأشار إلى أن الإجراء القضائي جاء بناء على دعوى رفعها محامون عن أهالي الضحايا. وكان النائبان قد شغلا سابقا منصبي وزيري المالية والنقل. وأضاف المصدر أن الوزيرين السابقين تعسفا في استعمال حقي الدفاع والادعاء عبر تقديمهما دعاوى لكف يد المحقق العدلي عن التحقيق. إلى اللقاء. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد إيران بعواقب وخيمة إن هاجمت أيا من مواطنيه. التيار الصدري يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان الذي قال إنه عاجز عن أداء مهامه. في ذكرى الانسحاب الأمريكي الحدث تلتقي لاجئة أفغانية بألمانيا اضطرت لتغيير سكنها 5 مرات في 6 أشهر. عقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جاك سوليفان على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب. سوليفان هدد إيران بعواقب وخيمة إن هاجمت أيا من المواطنين الأمريكيين. I am not alone. Other Americans, former governors. لست أنا الوحيد. المسؤولون الحكوميون السابقون والمواطنون أيضا تم تهديدهم من قبل إيران. أظن أن هذا النوع من العمل الإرهابي من قبل حكومة طهران يخبرنا الكثير عن حقيقة النظام. وثيقة اليوم هي دليل على ما تمتلكه حكومة الولايات المتحدة حول نوايا طهران من خلال الحرس الثوري والتهديدات التي يطلقونها. ومن المهم للناس حول العالم أن تعلم عن هذه التهديدات. طهران وصفت اتهام واشنطن لإيران بالتآمر لقتل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه بلا أساس وذي دوافع سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة الاتهامات التي وصفها بالعبثية والتي لا أساس لها. اعتقلت بريطانيا متهما بالانتماء لخلية البيتلز التابعة لتنظيم داعش وذلك لدى عودته عبر أحد المطارات. وألقي القبض على آين ديفيس البالغ 38 عاما عقب وصوله لمطار لوتن قادما من تركيا، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجرائم إرهابية. وديفيس هو عضو في الخلية المتهمة باختطاف 27 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا واليابان، ويزعم أن أعضاء البيتلز الأربعة متورطون في قتل
صحفيين أمريكيين إضافة لعمال إغاثة دوليين. نشر وزير الصدر محمد صالح العراقي نص الدعوة التي ستقدم للمحكمة الاتحادية لحل البرلمان مبينا فيها الأسباب الموجبة للحل. الرسالة جاء فيها أن مجلس النواب قد عجز عن أداء مهامه الدستورية واختصاصاته في استكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. أشار التيار الصدري إلى أن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة هو مطلب جماهيري يحفظ سلامة البلد ويجنبها المزيد من الأزمات. بعد إغلاق البرلمان واعتصام أنصاره عند أسواره للأسبوع الثاني على التوالي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتوجه هذه المرة إلى القضاء العراقي مطالبا إياه بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، خطوة وصفت بالتصعيدية تضع القضاء أمام امتحان صعب. الصدر يرفض تشكيل حكومة إطارية بالمطلق، ولهذا هو يحاول استثمار الاحتجاج الشعبي التابع له بالتحشيد تجاه الضغط لعدم تشكيل حكومة من قبل الإطار، خاصة بعد أن تسربت معلومات عن قبول الحزب الديمقراطي والسيادة لموضوع تشكيل الحكومة. رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أكد في وقت سابق أن حل البرلمان ليس من صلاحية القضاء، إلا أن الصدر يصر على ذلك، حتى أن الآراء اختلفت وتعددت حول مدى دستورية وقانونية ما طلبه الصدر من القضاء، وما إذا كان بإمكان الأخير حل البرلمان دون أن يقرر النواب ذلك. هناك رأيين في هذا الموضوع. الرأي الأول أجاز للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان استنادا للمادة 59 من القانون المدني كونها شخصية معنوية، وارتكز على هذا المبدأ أنه الشخصية المعنوية إذا لم تستطع أداء واجبها فيجوز للقضاء أن يحلها، وأيضا من باب الولاية العامة للمحكمة الاتحادية. الرأي الثاني يقول لك لا، أنه الحل ذاتي وليس قضائي. أنصار الصدر ما يزالون داخل المنطقة الخضراء يحاصرون مبنى البرلمان، وعليه لن يكون بالإمكان عقد أي جلسة يعتقدون أنها ستكون بوابة للالتفاف على مطالبهم وإفراغها من مضمونها. يبدو أن الصدر ليس في وارد التراجع عن مطالبه المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ثانية، شاء من شاء من القوى السياسية الحليفة والمنافسة، وأبى من أبى. من بغداد منتظر رشيد، الحدث. في المقابل دعا الإطار التنسيقي الموالي لإيران أنصاره للمشاركة الفاعلة في تظاهرات قال إنها تحت عنوان الشعب يحمي الدولة وسوف تكون على أسوار الخضراء. قال الإطار إن التظاهرات هدفها الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية وفق تعبيره، مبديا تمسكه بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات بحسب قوله. يتعرض الأطباء العراقيون لمصاعب تفوق النقص في الأدوية والمعدات وأحيانا الأسرة النظيفة في المستشفيات، وذلك وفقا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية التي كشفت عن أنه في بغداد وحدها يقول 87% من الأطباء إنهم تعرضوا للعنف في العمل في حوادث بعضها ينطوي على أسلحة ومعظمهم على أيدي أقارب المرضى. وقالت الأغلبية منهم إن العنف ازداد منذ بداية كورونا وإن 3/4 الهجمات ارتكبها مرضى وعائلتهم. الصحيفة أضافت أن بعض فئات المجتمع تهدد الأطباء أو يهددون الأطباء وعائلاتهم بسبب أخطاء إما حقيقية وإما ملفقة، مطالبين بعقوبة عشائرية وصلت أحيانا إلى $100,000 أمريكي وأحيانا إلى $200,000. وقد دفع العنف الأطباء إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 77% من الأطباء المبتدئين كانوا يفكرون في الهجرة. وقد حاولت الحكومة العراقية مكافحة المشكلة من خلال إدخال قانون حماية الأطباء في العام 2010 الذي سمح للأطباء بحمل المسدسات إلى العمل.
السلام عليكم. سيف علي طبيب جراح يعمل في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، يقول إنه وزملائه تعرضوا لعشرات حالات الاعتداءات التي يقوم بها مرافقو المرضى أو حتى المرضى أنفسهم لأسباب لا دخل لهم بها كأطباء. منذ سقوط 2003 وإلى الآن تحدث الاعتداءات بصورة متكررة على الكادر الطبي والتمريضي. بعض هذه الحالات هي اعتداء جسدي الضرب، وبعضها اعتداء لفظي. طبعا هذه كلها هي أشياء تخدش الحياة وتؤثر على مهنة الطبيب في المستشفيات. طبعا آخر الاعتداءات حدثت قبل شهرين من تاريخ هذا اليوم، حدثت على الكادر الطبي والتمريضي، وهو اعتداء جسدي بالضرب وأيضا اعتداء بألفاظ نابية للأسف. كثرة الاعتداءات وعدم وجود حماية حقيقية للأطباء دفع عدداً ليس بالقليل منهم إلى الهجرة خارج البلاد، خوفاً على أنفسهم وعوائلهم من الملاحقة العشائرية لذوي المرضى الذين يتوفون نتيجة أخطاء طبية أو غيرها. هناك عدد كبير من الأطباء قد هاجروا من البلاد نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة. قد لا يكون هو الشخص المعتدى عليه، قد يكون زميله هو المعتدى عليه، لكن عند سماع بحدوث هذه الاعتداءات يفقد نسبة كبيرة من الشغف في عمله. لذلك الطبيب يجب أن تكون له حماية معززة من قبل وزارة الداخلية، مثلا إجازة حمل السلاح لغرض الدفاع عن نفسه في حال حدوث اعتداء لا سمح الله. إجراءات احترازية وأخرى شكلية يقوم بها الأطباء لحماية أنفسهم وفرقهم العاملة في المستشفيات لدفع خطر هذه الاعتداءات التي باتت جزءاً يومياً من عملهم في هذه المهنة الإنسانية. يبدو أن مهنة المتاعب لا تنحصر بالصحافة فقط، فالطب مهنة أخرى تصنف ضمن المهن الخطيرة في العراق بعد تعرض الكثير من الكوادر الطبية إلى الاعتداء، ومنهم من فقد حياته أيضاً. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس بادر إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث شبوة. أشار إلى أن أعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها، وأوضح أن بعض القادة في محافظة شبوة أقيلوا وعادت الأوضاع لطبيعتها بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة. اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دجلو المعروف بحميدتي أن هناك مخططات لتفكيك البلاد، وشدد في الوقت ذاته على أهمية كشف الواقفين وراءها. مجموعات كثيرة وخاصة أهلنا، يعني أمة الفور، هم سموا أمة الفور، برضو قابلناهم مقابلة على رسم الدبنجاية سيدي فضل سيسي، وكان لغاء كبير جدا، وكان مع الصف الأول، والحمد لله النادي الآن كله ماشيين في السلام والاستقرار، والناس كلها عرفت أنه فيه مخططات ماشية تفرتق القبائل وتفرتق السودان، والناس كلها الآن فاهمة أنه فيه مخطط خبيث ماشي بفرتق البلد. عشان كده القبائل كلها خطت يدها مع بعض وماشى في طريق السلام، ولازم تعرف المخطط ده وراه منه، وكلنا الآن احنا متشين كيف نعرف المخططات دي وراه منه إن شاء الله. رغم تعهد ألمانيا بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني قبل عودة طالبان للحكم قبل عام، إلا أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون وفاء الحكومة الألمانية بوعدها. هذا في وقت يقول فيه لاجئون أفغان وصلوا إلى ألمانيا إنهم يجبرون على إخلاء مساكنهم لإفساح المكان للاجئين الأوكران. قبل 5 أشهر وصلت هذه الشابة الأفغانية إلى ألمانيا مع عائلتها طالبين اللجوء هنا بحثا عن حياة حرة بعد عودة طالبان إلى السلطة في بلادها، ولكن بروانا وجدت نفسها عالقة في نظام يبدو بأنه يعطي الأفضلية للاجئين الأوكران الذين بدأوا بالتوافد إلى ألمانيا في الفترة نفسها.
فخلال تلك الأشهر القليلة أجبرت بروانا وعائلتها على التنقل من مسكن إلى آخر، وصل عددها إلى 5 مساكن في كل مرة لإعطاء أماكنهم للاجئين آخرين قادمين من أوكرانيا. في مارس من هذا العام وصلنا إلى ألمانيا إلى جانب عدد كبير من اللاجئين الأوكران، وكانت العملية بطيئة جداً، وتم نقلنا من مركز لجوء إلى آخر، وكان الأمر مزعجاً جداً وصعباً. رغم وعود وجهود الحكومة الألمانية بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني في أفغانستان وعائلاتهم، إضافة إلى آلاف الفنانين والصحفيين والمثقفين والناشطات المهددين بعد عودة طالبان، فإن العملية تسير ببطء وما زال الآلاف ينتظرون إجلاءهم. في الحقيقة لقد تأخرت الحكومة الألمانية السابقة في البت في طلبات إجلاء العاملين الأفغان مع القوات الألمانية قبل سيطرة طالبان على عموم أفغانستان، رغم أن هناك كانت مؤشرات واضحة لهذه العملية، والآن الحكومة الحالية تحاول أن تصحح تلك الأخطاء. من جهة أخرى هناك ضغط على السفارات الألمانية في الدول الجوار لأفغانستان. يعترف جيان كذلك بأن عملية جلب الأفغان قد تتباطأ اليوم بسبب عدم توفر أماكن كافية للسكن في المدن الألمانية، في وقت ما زالت أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين تتوافد إليها. قرابة 10,000 أفغاني وعدت ألمانيا بإجلائهم قبل عام ما زالوا ينتظرونها لتنفيذ وعدها، وفيما تغرق ألمانيا بالبيروقراطية التي تعيق عمليات الإجلاء هذه، بدأت طالبان بملاحقة هؤلاء وقد نجحت بقتل عدد غير معروف منهم، كان من المفترض أن يكونوا قد وصلوا إلى بر الأمان هنا في ألمانيا. راغدة بهنام، الحدث، برلين. معي من كابول موفدة الحدث كريستيان بيسري. أهلا بك كريستيان. إذن يعني يتزامن وجودك في أفغانستان مع الذكرى الثانية لعودة أو الأولى لعودة طالبان، كيف هو الوضع؟ كيف تصفين الأجواء؟ أين أنت الآن؟ نرصد جوانب الأزمة الاقتصادية وأبرزها طبعا هي سوء للأسف يعني يبدو أنه الصورة ضعيفة من المصدر. كان من المفترض أن تقف موفدة الحدث كريستيان بيسري على حيثيات وبعض الجوانب وتلك التفاصيل المتعلقة بوضع أفغانستان بعد عودة طالبان وانسحاب الأمريكان من هناك، لكن رصدت أيضا توزيع بعض المساعدات هناك. على العموم يعني لربما في نشراتنا اللاحقة وفي أخبارنا المقبلة نقف على بعض هذه الحيثيات والتفاصيل. موفدة الحدث إلى أفغانستان تحديدا من كابول كريستيان بيسري، شكرا جزيلا. عشية الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء حركة طالبان على الحكم ترزح أفغانستان تحت وطأة أزمة اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. الحركة لم تفي بالوعود التي أطلقتها، لا سيما تلك المتعلقة باحترام حقوق المرأة خاصة حق التعليم. وحيدة انتظرت مروريت في صف هذاك اليوم، لم يأتي أحد. لم تصدق طالبان بالسماح باستئناف الدراسة الثانوية للفتيات، فلم يتبقى لابنة 13 سوى تقليب شهادات وميداليات كانت حتى الأمس القريب تعدها بمستقبل يليق بطموحها. تركت المدرسة منذ وصول طالبان، أجهز على أحلامي. كل أسبوع يعلنون أنهم سيفتحوا الثانويات ولكن لا يقومون بذلك. أنا محبطة، أمضي نهاري في المنزل، لا شيء أفعله. أحياناً أشعر أنني مريضة من دون أن أكون جسدياً كذلك. أكثر ما يحزن نسرين الأم أنها تقف عاجزة، هي التي غادرت كابول في عهد طالبان الأول وعادت بعد سقوطها. لم تتخيل يوماً أن الزمن قد يعود إلى الوراء. لا يمكنني فعل أي شيء لها، حاولت. تخيلي، هي المتفوقة تلقى هذا المصير،
شقيقتها طبيبة وشقيقها محام، وهي تحرم من تعليم ثانوي. كل مرة أخرج من المنزل أصطحبها معي لتتنزه قليلاً. تخيلي أنا التي حرصت على توفير أفضل مستقبل لأولادي، هذا كل ما يمكنني تقديمه، ولكن عزائي أن لا شيء يدوم، لابد أن تتغير الأمور. ليس بعيدا عن منزل مروريد في هذه المدرسة الابتدائية لا تزال الصفوف مسكونة بالأمل. أنا أود أن أصبح طبيبة، أطالب طالبان بأن تفتح المدارس الثانوية وأن لا تحرمنا من هذا الحق. حق لا تزال الناشطات المدنيات تطالبن به رغم كل ظروف المعادية. نعقد مؤتمرات ندعو إليها الإعلام المحلي والدولي، نقوم بحملات على مواقع التواصل لإيصال صوتنا. للأسف خياراتنا في التحرك محدودة. وإذا كان بالإمكان إلقاء الضوء على جانب من معاناة الفتيات الأفغانيات، فإن جوانب عديدة أخرى تبقى في ظل، كانتشار وازدياد ظاهرة بيعهن إلى رجال كبار في السن مقابل مبالغ مالية لا تتعدى $500. من كابول، كريستيان بيساري، الحدث. أمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت. مصدر قضائي أوضح أن ممتلكات النائبين المنتميين إلى حركة أمل قدرت قيمتها ب100 مليار ليرة، وأشار إلى أن الإجراء القضائي جاء بناء على دعوى رفعها محامون عن أهل الضحايا. وكان النائبان قد شغلا سابقا منصبي وزيري المالية والنقل. أضاف المصدر أن الوزيرين السابقين تعسفا في استعمال حقي الدفاع والادعاء عبر تقديمهما دعاوى لكف يد المحقق العدلي عن التحقيق. كان لدى الشاب السوري سومر حازم آمال كبيرة عندما افتتح فندقا في دمشق في عام 2009 ليضيفه إلى عدد من بيوت دمشق في المدينة القديمة التي أثبتت نجاحها في جذب السياح، لكن الأمل تبخر بعد اندلاع الحرب وقد أجبر على إغلاقه. على مقربة من الجامع الأموي الكبير الشهير في دمشق وإلى اليمين قليلا مقهى يلجأ إليه الناس، فتصاميم البيوت القديمة وجوها المعتدل بسبب طريقة بناء البيوت الدمشقية يبرد قلوبهم من حرة الوضع الاقتصادي المتردي وتداعيات الحرب التي التهمت أكثر من عقد من أعمارهم. أجانب جايين يعملوا سياحة بسوريا مثل قبل 2011 بعده قليل العدد، يعني ما فينا ننكر ونقول انه لا، بس في كميه كبيره من السوريين اللي صار لهم زمان كثير ما اجوا او اللي طلعوا وعاشوا برا، في جزء منيح منهم عم يرجع وعم يجي وعم ينبسط. سومر حازم شاب سوري بامال كبيره، افتتح فندقا في دمشق في عام 2009 لكنه اجبر على الاغلاق بعد الحرب. بيت روز، فندق الشاب السوري الذي يسعى لافتتاحه، وهو منزل من القرن 18 فيه غرف كثيرة تقع حول فناء خلاب. عام 2010 جذبت سوريا 10 ملايين سائح من كل بقاع الأرض، ومع دخول عام 2011 أصبح كل سياح العالم يجوبون بلدانا عدة مستثنين سوريا التي كانت في حينها تقبع تحت قصف عنيف، ويسيطر داعش على مناطق كثيرة وميليشيات إيرانية وجيوش لأكثر من دولة. عراقيون ولبنانيون وإيرانيون فقط باتوا يأتون لسوريا في سياحة دينية إلى بعض المزارات. في هذه الشوارع الدمشقية القديمة أناس يكافحون لشراء رغيف خبز وبعض الوقود لمولدة الكهرباء. قبل أيام رفعت دمشق أسعار البنزين المدعوم، إلا أن العاصمة لا تفارقها عتمة لا تنجح في إخفاء بؤس المكان، غير أن هذا المكان مختلف، فالأضواء هنا لا تنطفئ وكل فاتورة تطعم عائلة سورية لأسبوع كامل.
جريمة شرف جديدة في مصر، فتاة ترفض الارتباط بشاب فيقوم بقتلها في وضح النهار. فقد اعترف شاب بأنه قتل طالبة جامعية في محافظة الشرقية بعد أن سدد لها عدة طعنات قاتلة. في منزل أسرة سلمى بهجت في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية وجدنا أسرة مكلومة لا ترغب في الحديث للإعلام وترفض أن تتقبل العزاء في الوقت الراهن بعد دفن ابنتهم عشية الأربعاء. نقيب المحامين في أبو حماد وهو صديق للأسرة تطوع بالحديث حول بعض التفاصيل التي سبقت الجريمة. أنا لا عرفته من عمها إن هو قال لي إن البنت اشتكت لوالدها في آخر يوم في الامتحان، أبوها راح معها الكلية آخر يوم، فوجئ بإن والد الولد المتهم والدته عند الكلية، قالوا إحنا عايزين ابننا يخطب بنت، قال له يخطب بنت، انا مش هتجوزش، استحاله ان انا اجوز واحد زي بالمنظر ده. هذا الرفض يبدو انه استفز الشاب الجامعي طبقا لما نشره على صفحته بموقع فيسبوك، فترصد لزميلته في مكان عملها وعجلها بطعنات نافذه اودت بحياتها، الامر الذي اصاب الشارع المصري بقلق شديد من تكرار حادث فتاة المنصوره في مدينتهم. سكان العقار الذي وقعت فيه الجريمة كانوا الأكثر تأزماً من الواقعة. في إيه؟ ده واحد موت واحدة جوا في المدخل. طيب عشان إيه؟ أصل بيحبها. لازم أكون موضة جديدة ولا حاجة جديدة بقت خلاص ماشية في البلد. أهالي محافظة الشرقية أبدوا تخوفهم من تحول الأمر لظاهرة تتكرر وتنذر بالتفشي مثل العدوى. وبعدين مش بقول كل واحد مثلاً حب واحدة ومثلا لسبب من ما سابته او حاجه يوم يموتها، دي ظاهره مش كويسه. ده جرائم مش عارف استحدثت على مجتمعنا بطريقه رهيبه. مين اداك الحق اصلا ان انت تطلع سكينه من بيتك وتاخدها معاك وتروح تقتل واحده صاحبتك؟ عشان ايه؟ عملت لك ايه؟ حبيتها مضاهكه وبتعدي وكلنا بنعدي بيها، ويعني عايز اقول لك حاجه، يا ريت يكون في قضاء حاسم في البلد يصرع سرعة الإجراءات القانونية اللي تتخذ ضد الشباب. وما ينفعش اللي أنا أتقدم لواحدة وترفضني وقابلها وروح قابطها بالسكينة، في أنهي قانون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل كده؟ من جديد تعود جرائم الشغف لتطل بواجهها الدموي على مجتمع يخشى أن يبدأ في التآلف مع مثل هذه الأفعال. والكل يتساءل الآن، هل الشباب في حاجة إلى الردع أم إلى التربية والتنشئة؟ تامر نصرت، الحدث، محافظة الشرقية. هذه تحية، إلى اللقاء. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حالة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لحوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات عالت مجددا وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصف البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا هاجمت أيا من مواطنيه. التيار الصدري يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان الذي قال إنه عاجز عن أداء مهامه. في ذكرى الانسحاب الأمريكي الحدث تلتقي لاجئة أفغانية بألمانيا اضطرت لتغيير سكنها 5 مرات في 6 أشهر. حياكم الله. عقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية عن أو كشف مخطط إيران لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جاك سوليفان على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب. سوليفان هدد إيران بعواقب وخيمة إن هاجمت أيا من المواطنين الأمريكيين. لست أنا الوحيد، المسؤولون الحكوميون السابقون والمواطنون أيضا تم تهديدهم من قبل إيران. أظن أن هذا النوع من العمل الإرهابي من قبل حكومة طهران يخبرنا الكثير عن حقيقة النظام. وثيقة اليوم هي دليل على ما تمتلكه حكومة الولايات المتحدة حول نوايا طهران من خلال الحرس الثوري والتهديدات التي يطلقونها، ومن المهم للناس حول العالم أن تعلم عن هذه التهديدات. طهران وصفت اتهام واشنطن لإيران بالتآمر لقتل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه بلا أساس وذو دوافع سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة الاتهامات التي وصفها بالعبثية والتي لا أساس لها. عراقيا، نشر وزير الصدر محمد صالح العراقي نص الدعوة التي ستقدم للمحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وبين فيها الأسباب الموجبة للحل. الرسالة جاء فيها أن مجلس النواب عاجز عن أداء مهامه الدستورية واختصاصاته في استكمال تشكيل السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وأشار التيار الصدري إلى أن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة هو مطلب جماهيري يحفظ سلامة البلد
ويجنبها المزيد من الأزمات. بعد إغلاق البرلمان واعتصام أنصاره عند أسواره للأسبوع الثاني على التوالي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتوجه هذه المرة إلى القضاء العراقي مطالبا إياه بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، خطوة وصفت بالتصعيدية تضع القضاء أمام امتحان صعب. الصدر يرفض تشكيل حكومة إطارية بالمطلق، ولهذا هو يحاول استثمار الاحتجاج الشعبي التابع له بالتحشيد تجاه الضغط لعدم تشكيل حكومة من قبل الإطار، خاصة بعد أن تسربت معلومات عن قبول الحزب الديمقراطي والسيادة لموضوع تشكيل الحكومة. رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أكد في وقت سابق أن حل البرلمان ليس من صلاحية القضاء، إلا أن الصدر يصر على ذلك، حتى أن الآراء اختلفت وتعددت حول مدى دستورية وقانونية ما طلبه الصدر من القضاء، وما إذا كان بإمكان الأخير حل البرلمان دون أن يقرر النواب ذلك. هناك رأيين في هذا الموضوع. الرأي الأول أجاز للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان استنادا للمادة 59 من القانون المدني كونها شخصية معنوية، وارتكز على هذا المبدأ أنه الشخصية المعنوية إذا لم تستطع أداء واجبها فيجوز للقضاء أن يحلها، وأيضا من باب الولاية العامة للمحكمة الاتحادية. الرأي الثاني يقول لك لا، أنه الحل ذاتي وليس قضائي. أنصار الصدر ما يزالون داخل المنطقة الخضراء يحاصرون مبنى البرلمان، وعليه لن يكون بالإمكان عقد أي جلسة يعتقدون أنها ستكون بوابة للالتفاف على مطالبهم وإفراغها من مضمونها. يبدو أن الصدر ليس في وارد التراجع عن مطالبه المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ثانية، شاء من شاء من القوى السياسية الحليفة والمنافسة، وأبى من أبى. من بغداد منتظر رشيد، الحدث. وفي المقابل دعا الإطار التنسيقي الموالي لإيران أنصاره للمشاركة الفاعلة في تظاهرات قال إنها تحت عنوان الشعب يحمي الدولة وستكون على أسوار المنطقة الخضراء. وقال الإطار إن التظاهرات هدفها الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية وفق تعبيره، مبديا تمسكه بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات بحسب قوله. يمنيا، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس بادر إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث شبوة. وأشار العليمي إلى أن أعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها، وأوضح أن بعض القادة في محافظة شبوة أقيلوا وعادت الأوضاع لطبيعتها بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة. رغم تعهد ألمانيا بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني قبل عودة طالبان للحكم قبل عام، إلا أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون وفاء الحكومة الألمانية بوعدها. هذا في وقت يقول فيه لاجئون أفغان وصلوا إلى ألمانيا إنهم يجبرون على إخلاء مساكنهم لإفساح المكان للاجئين الأوكران. قبل 5 أشهر وصلت هذه الشابة الأفغانية إلى ألمانيا مع عائلتها طالبين اللجوء هنا بحثا عن حياة حرة بعد عودة طالبان إلى السلطة في بلادها، ولكن بروانا وجدت نفسها عالقة في نظام يبدو بأنه يعطي الأفضلية للاجئين الأوكران الذين بدأوا بالتوافد إلى ألمانيا في الفترة نفسها. فخلال تلك الأشهر القليلة أجبرت بروانا وعائلتها على التنقل من مسكن إلى آخر، وصل عددها إلى 5 مساكن في كل مرة لإعطاء أماكنهم للاجئين آخرين قادمين من أوكرانيا. في مارس من هذا العام وصلنا إلى ألمانيا إلى جانب عدد كبير من اللاجئين الأوكران،
وكانت العملية بطيئة جداً، وتم نقلنا من مركز لجوء إلى آخر، وكان الأمر مزعجاً جداً وصعباً. رغم وعود وجهود الحكومة الألمانية بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الألماني في أفغانستان وعائلاتهم، إضافة إلى آلاف الفنانين والصحفيين والمثقفين والناشطات المهددين بعد عودة طالبان، فإن العملية تسير ببطء وما زال الآلاف ينتظرون إجلاءهم. في الحقيقة لقد تأخرت الحكومة الألمانية السابقة في البدء في طلبات إجلاء العاملين الأفغان مع القوات الألمانية قبل سيطرة طالبان على عموم أفغانستان، رغم أن هناك كانت مؤشرات واضحة لهذه العملية. والآن الحكومة الحالية تحاول أن تصحح تلك الأخطاء. من جهة أخرى هناك ضغط على السفارات الألمانية في الدول الجوار لأفغانستان. يعترف جيان كذلك بأن عملية جلب الأفغان قد تتباطأ اليوم بسبب عدم توفر أماكن كافية للسكن في المدن الألمانية، في وقت ما زالت أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين تتوافد إليها. قرابة 10,000 أفغاني وعدت ألمانيا بإجلائهم قبل عام ما زالوا ينتظرونها لتنفيذ وعدها، وفيما تغرق ألمانيا بالبيروقراطية التي تعيق عمليات الإجلاء هذه، بدأت طالبان بملاحقة هؤلاء وقد نجحت بقتل عدد غير معروف منهم. كان من المفترض أن يكونوا قد وصلوا إلى بر الأمان هنا في ألمانيا. راغدة بهنام، الحدث، برلين. أمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت. مصدر قضائي أوضح أن ممتلكات النائبين المنتميين إلى حركة أمل قدرت قيمتها بمئة مليار ليرة، وأشار إلى أن الإجراء القضائي جاء بناء على دعوى رفعها محامون عن أهالي الضحايا. وكان النائبان قد شغلا سابقا منصبي وزيري المالية والنقل. وأضاف المصدر أن الوزيرين السابقين تعسفا في استعمال حقي الدفاع والادعاء عبر تقديمهما دعاوى لكف يد المحقق العدلي عن التحقيق. إلى اللقاء.